أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجة. السلام عليكم. أتمنى أن يكون المحور الأول واضحا. أتمنى أن تكون الأمور واضحة للجميع. الآن سنتناول المحور الثاني من محاور الشخص. أنتظر دخولكم إلى الصفحة. إن كان الصوت واضحا فقدموا لي تعليقا حتى أبدأ أو حتى أشرع إن شاء الله في المحور الثاني. أنتظر دخولكم، طبعا الحال سأنتظركم. اللي دخل يدير تعليق، اللي دخل يدير تعليق باش نبداو إن شاء الله. أنتظركم. نعم، باش نبداو ان شاء الله في المحور ديالنا. ان شاء الله نبداو في المحور الثاني ديال الشخص كي وصف فيه قيمه. ما زلت انتظر دخولكم لكي نبدا ان شاء الله. طيب، يمكن أن أبدأ الآن. يمكن أن أبدأ إن شاء الله في المحور. بالنسبة كتذكير فقط، كتذكير قلت بأن مجزوءة الوضع البشري تتناول ثلاث مفاهيم: مفهوم الشخص، ومفهوم الغير، ثم مفهوم التاريخ. الآن نحن بصدد الحديث عن المفهوم الأول، هو مفهوم الشخص. نحن الآن بصدد الحديث عن المفهوم الأول هو مفهوم الشخص. وتناولنا في هذا المفهوم، تناولنا المحور الأول وهو الشخص والهوية. الشخص والهوية المحور الأول من مفهوم الشخص. وهذا المحور الشخص والهوية طرحنا فيه إشكالا أساسيا، وهو الإشكال المحوري اللي طرحناه، اللي هو كيف تتحدد هوية الشخص، وهل هي هوية ثابتة أم متغيرة؟ هذا هو الإشكال اللي طرحناه في المحور الأول ديال الشخص. وقد عالجنا بمعنى أجبنا، عالجنا المعالجة في الفلسفة كتسمى الإجابة. وقد عالجنا هذا الإشكال بثلاث أطروحات مختلفة ومتعارضة. فقد تقدمنا الأطروحة الأولى، اللي هي الأطروحة ديال روني ديكارت، الذي يقول بأن هوية الشخص هوية ثابتة أساسها الفكر. ثم قدمنا أطروحة أخرى، اللي هي أطروحة ديال جون لوك، الذي يقول بأن أساس الهوية هو الإدراك الحسي. ثم قدمنا أطروحة ثالثة، وهي أطروحة المحلل النفساني سيغموند فرويد، الذي يرى بأن الهوية متغيرة أساسها التناقض الداخلي بين مكونات الهو والأنا والأنا الأعلى. هذا فقط تذكير بالمحور الأول من الشخص، المحور الأول المسمى بالشخص والهوية. الآن سنتناول المحور الثاني المسمى بالشخص بوصفه قيمة. نحن الآن نتحدث عن قيمة الشخص، كنتكلموا على القيم، لي فالور، القيمة، القيم. هذا هو المحور الثاني. هنا سأطرح سؤالا أساسيا: ما هي القيمة؟ ماذا نعني بالقيمة؟ ماذا نعني بقيمة الشخص؟ ماذا نعني بقيمة؟ ما دلالة مفهوم قيمة؟ القيمة، شنو القيمة في التعريف ديالها؟ القيمة هي عبارة عن مجموع الخصائص، هي مجموعة من الخصائص التي تميز الشخص، من بينها الحرية،
الكرامة، الكرامة الإنسانية، فالشخص له قيمة عليا، له قيمة مثلى، له قيمة أساسية ويجب علينا أن نحترمها. دابا الأساس في هذا المحور، الأساس في هذا المحور هو أن هناك إشكالية. شوف دائما كل محور فيه إشكالية، ولكي أقدم هذه الإشكالية في وصفة، في وصفة فلسفية، قبل أن أقدم هذا الإشكال في وصفة فلسفية سأقدمه في مثال. سأقدم مثالا بامرأة وبرجل لكي أشرح هذا المحور. مثالا بامرأة ورجل، امرأة، أنتم تعلمون بأن النساء، غالبية النساء عندما تريد أن تخرج من المنزل إلى العمل، يعني إلى المؤسسة التي تشتغل بها، عندما تريد الخروج فهي تقوم بعملية التزيين، عملية التزيين، الجانب الاستطيقي، الجانب الجمالي، تقوم بعملية التزيين، تزين وجهها وتلبس حليها وتلبس ملابسها الراقية. لماذا هذا كله؟ لماذا؟ لأنها تعتقد ماذا؟ لأنها تعتقد بأن قيمتها لا تكتسبها إلا عن طريق الآخرين، الآخر الذي قد يقول لها أنت جميلة، والآخر الذي سيقول لها لباسك رائع، والأخرى التي ستقول لها واو إن هذه الموضة جيدة جدا، أنت رائعة جدا. وبالتالي فهي ماذا تفعل؟ تتلقى التقييمات، تتلقى التقييمات، تلقى التقييم من الخارج. تلقى ماذا؟ تلقى التقييم من الخارج، بمعنى أن قيمتها لا تستمدها من ذاتها، فهي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى من يقيمها، تحتاج إلى من يمنحها قيمة من الخارج. هكذا نحن، نحن دائما نسعى إلى ماذا؟ نحن دائما نسعى إلى من يقدم لنا قيمة، نحن دائما نسعى إلى ماذا؟ إلى من يعطينا قيمة معينة. هنا سنطرح سؤال، هل القيمة تأتينا من الخارج في الأصل أم ينابعة من ذواتنا؟ أعطيكم مثال آخر، رجل، رجل ملحد، رجل ملحد لا يصوم في رمضان، رجل ملحد لا يصوم في رمضان، والناس ينعتونه بالكافر وبالزنديق وبالفاجر وبالفاسق إلى غير ذلك، ولكنه لا يأبه لهم ولا يعيرهم أي اهتمام، اعتقادا منه بأنني أنا من يصنع القيمة، أنا من يصنع قيمتي بذاتي، أنا لا أحتاج إلى من يؤتيني بالقيمة من الخارج، أنا لا أسعى من يقدم لي قيمة، القيمة أنا من يصنعها ولا تأتيني من الخارج. إذا لاحظتم بأن هناك تناقض بين مثال الرجل وبين مثال المرأة. المرأة، أنا هذا فقط مثال وليس دائما حقيقة، أنا فقط أقدم مثالا فقط للتبسيط، أقدم فقط مثالا للتبسيط. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هناك من الناس، في الأصل المثال الرجل والمرأة ليس هو مثال دائما حقيقي، هناك من الناس من ينتظرون أن يقدموا لهم قيمة من الخارج، وهناك أناس لا يؤمنون بأن القيمة تأتي من الخارج، تأتينا من دواخلنا. هذا هو الأساس، فهم هذا هو الأساس. هنا غنطرح سؤال، من أين يستمد الشخص قيمته؟ هذا هو السؤال الأساسي، من أين يستمد الشخص قيمته؟ هل في وجوده؟ هل يستمد قيمته من ذاته؟ من ذاته؟ هل يستمد قيمته من ذاته؟ هل يستمد قيمته من وجوده الفردي؟ أم أنه يستمد قيمته في ماذا؟ من الخارج. هذا هو الأساس. ملي كيجي شي واحد كيقول لك أنت درويش، أنت الله يعمر هدر، أنت مزيان، أنت فلان واعر، أنت زوين، من أين تأتينا القيمة إذن؟ تأتينا من الخارج، مفهوم؟ إذا هناك من جميع القيم، جميع الصفات اللي كناخدوها اللي كنكتسبوها، الصفات الإيجابية كتأتينا من الخارج. أنت زوين، أنت الله يعمر هدر، أنت رائع، أنت مزيان، أنت كذا. ولكن هناك منطق آخر، منطق آخر كيقول لك لا، القيمة نحن من يصنعنا، من يصنعها، نحن من يصنع القيمة، القيمة نابعة من ذواتنا وليست من آتية من الخارج. إذا من أين يستمد الشخص قيمته؟ هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال المحوري ديال المحور.
من أين يستمد الشخص قيمته؟ هل في وجوده الذاتي الفردي أم في وجوده التفاعلي؟ اعقلوا هذا الإشكال. من أين يستمد الشخص قيمته؟ هل في وجوده الفردي الذاتي أم في وجوده التفاعلي؟ على هذا الإشكال، هذا هو الإشكال الأساسي، هذا هو الإشكال. ويأتي إلينا الفيلسوف إيمانويل كانت. كانت، كانت الكاف والألف والنون والطاء، كانت. الفيلسوف كانت، إيمانويل كانت، فيلسوف ألماني. ماذا يقول؟ يقول الشخص يستمد قيمته من ذاته، من الذات ديالو، ما كتجيش من برا. لا، القيمة نحن من يصنعها، القيمة تأتينا من ذواتنا، تأتينا من روح ذواتنا، القيمة تأتينا من دواخلنا، القيمة تولد معنا. بالنسبة لكانت، كانت يقول الشخص، عقلوا هذا المصطلح لأنه مهم جدا بالنسبة لكانت، كانت يقول الشخص غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة. الشخص غاية في ذاته، مصطلح الغاية عند كانت، مصطلح الغاية، غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة. الشخص غاية ماشي وسيلة. ما معنى غاية والوسيلة؟ إلا فهمتوا الوسيلة غتفهموا الغاية. دابا الشخص واش وسيلة كنحقوا بها الربح؟ نعطيكم مثال بسيط جدا. مثلا الناس الذين يشتغلون في المصانع وكيشتغلوا في المعامل وكيشتغلوا في الزينات وكيشتغلوا كذا، كيف ينظر اليهم ارباب المعامل في المغرب؟ كيف ينظر اليهم؟ ينظرون اليهم كحشرات للاسف. ينظرون الى العامل كحشره، ينظر اليه كوسيله فقط لتحقيق الربح، لتحقيق غايه ما، لتحقيق الربح. هو وسيله فقط وليس غايه. انا ملي كيخدم عندي شي واحد واش كنعتبره غايه كانسان عنده كرامه، عنده كذا، غايه كانسان عنده كرامه، ولا كنعتبره كوسيله فقط؟ هل الشخص غايه في ذاته ام مجرد وسيله؟ بالنسبه لكانط الشخص غايه في ذاته وليس مجرد وسيله. الشخص في نظر كانط ليس بضاعه تباع وتشترى، الشخص ليس بضاعه تقدر بسعر او ثمن، إنما الشخص غاية في ذاته، غاية في ذاته، وهذه الغاية تتحدد بالكرامة الإنسانية. الشخص غاية في ذاته وله كرامة إنسانية يلزم احترامها. هذا هو الأساس بالنسبة إيمانويل كانت. كانت يقول إن الشخص غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة لتحقيق ربح. الشخص غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة لتحقيق ربح. الشخص له قيمة عليا، هذه القيمة تتجلى في الكرامة الإنسانية. للشخص كرامة إنسانية يلزم احترامها. هذا هو الأساس بالنسبة لإيمانويل كانت. كانت له قاعدة أساسية، ماذا يقول؟ سجلوها، سجلوا هذه القاعدة الأخلاقية، هذه قاعدة أخلاقية عند إيمانويل كانت. ماذا يقول؟ يقول تعامل دائما، سجلوها الله يخليكم لأنه أساسية، تعامل دائما على نحو، معنى على نحو، تعامل دائما على طريقة، زعما تعامل دائما على واحد الطريقة، بحال كيقول لك تعامل دائما بهذه الطريقة هذه، تعامل دائما على نحو بمقتضاه الإنسانية في شخص غيرك مثل ما في شخصك باعتباره غاية لا مجرد وسيلة. أعد أكرر، تعامل دائما، اكتبوا هذه القاعدة باش نشرحها، تعامل دائما، هذا كلام كانط، تعامل دائما أيها الشخص ويوجه رسالة، أيها الشخص تعامل دائما على نحو، يعني على طريق، تعامل دائما على نحو بمقتضاه الإنسانية في شخص غيرك مثل ما في شخصك باعتباره غاية لا مجرد وسيلة. باش نبسط القاعدة، زعما الشخص كيقول لك، كانت كيقول لك
ايها الشخص تعامل دائما بواحد الطريقه. شنو هي؟ تعامل بواحد الطريقه. شنو هي؟ كيف ما بغيتي الناس يتعاملوا معاك تعامل معاهم، كيف ما بغيتي تتعامل مع الناس. فهمتيني؟ كيف ما كتبغي انت الناس يتعاملوا معاك تعامل معاهم. هذا هو الاساس، هذا هو التبادل، تبادل القيم، هذا هو الاساس. تعامل مع الناس كيف ما بغيتيهم يتعاملوا معاك. نعطيك مثال، واحد مثلا واحد كيسبني، واحد كيسبني مثلا، كيفاش بغاني انني ما نسبوش؟ كيفاش بغاني انني نحترمه؟ ده مثلا انا خدام عند شي واحد هو ما محترمنيش، كيفاش بغيتيني انني نحترمه؟ اذا كيف تريد ان تعامل؟ وجب عليك ان تعامل، ها، كيف ما بغيتي الناس يعاملوك خصك تتعامل معهم يعني بنفس الطريقه. تعامل دائما على نحو بمقتضاه الانسانيه في شخص غيرك مثل ما في شخصك، باعتباره غايه، هو باعتباره غايه لا مجرد وسيله. انت تستعبد الناس وتنقص من كرامه الناس وتنقص من قيم الناس وبذلك تريد ان يحترموك؟ اكيد لا. عليك ان تحترم الناس، عليك ان تتعلم ان تحترم قيم الاخر، عليك ان تؤمن بان للاخر كرامه وعليك ان تحترم هذه الكرامه اذا ما اردت فعلا ان يقدم لك المثل، يتقدم لك نفس المثل، الناس يحترموك وكذا وكذا وكذا. هذا هو الاساس. اذا هذا هو كانط. كانط يعلمنا، يعلمنا ماذا؟ يعلمنا أن نحترم الآخر، يعلمنا أن نحترم قيم الآخر، يعلمنا أن العلاقات الإنسانية هي علاقات مبنية على القيم. هذا هو الأساس. غير هو القاعدة الفلسفية ديال كانط ما هي؟ كل واحد عنده قيمة في ذاته، وحنا خصنا نحترم هذيك القيمة. الشخص يستمد قيمته من ذاته. هنا غيجي واحد الفيلسوف آخر سيقول العكس، ماشي غادي يقول بان الشخص ما عندوش قيمه، لا، الشخص عنده قيمه. ما كاينش شي فيلسوف ما يقولش بان الشخص ما عندوش قيمه، جميع الفلاسفه يؤكدوا بان الشخص له قيمه، له قيمه، ولكن غير هذه القيمه واش هي من برا ولا من الداخل؟ واش القيمه تصنعها الذات ام تستهلكها الذات؟ هذا هو الاساس. بالنسبه لغوسدورف، غوسدورف هذا فيلسوف، غوسدورف معروف، هذا فيلسوف غوسدورف. المهم غادي نكتب لكم في الملخص من يساليو، غادي نكتب لكم في الجروب ديال الواتساب، اللي ما عندوش اللي عنده مشكل في الاسماء ديال الفلاسفه راه غنكتبهم. غوسدورف والاطروحات الطبيعيه ديال الفلاسفه حتى هما غادي توصلوا بهم. غوسدورف يقول ماذا؟ يقول الشخص لا يستمد قيمته من ذاته، ليس كما قال كانط، لا، الشخص يستمد قيمته ماذا؟ من انفتاحه، من انفتاحه على الغير، من انفتاحه على الاخر. القيمة لا نكتسبها من ذواتنا، وإنما نكتسبها من خلال انفتاحنا على الآخر، حيث قيم التعاون، قيم التفاعل، قيم التكافل، قيم المشاركة. بالنسبة لغوسدورف هناك قيم الانفتاح. أنت لا يمكن أن تتملك القيمة إن لم تنفتح على الآخر. القيمة لا توجد في العزلة وفي الانطواء وفي الانعزال، ها، وكتقول انا عندي قيمه، انا ما نحاشيهاش ليه، ما نعطيش قيمه انايا، انا ما نحاشيهاش ليه، الانا، هذاك الانا المتعالي للاسف. بالنسبه لغوسدورف القيمه لا تتحدد في العزله والتفرد، وانما القيمه في الانفتاح وفي مشاركه الغير وفي التعاون وفي التفاعل. هذا هو الاساس بالنسبه لغوسدورف. اذا القيمه لا تتم إلا عن طريق المشاركة، بخلاف كانط الذي يقول بأن الشخص يستمد قيمته من ذاته. مفهوم؟ هذا هو الأساس ديال قيمة الشخص، أو الشخص بوصف فيه قيمة. إذا الإشكال المحوري، واحد الملاحظة راه ممكن تخدمه بأي فيلسوف بغيتو، ليس بالضرورة كانط وغوسدورف، راه ممكن تخدم بجميع الفلاسفة اللي بغيتي. الأساس هو أن الفلاسفة يكونوا كيجاوبون على الإشكال اللي هو من أين يستمد الشخص قيمته؟ هل في وجوده الذاتي الفردي أم في بعده التشاركي، في بعده التفاعلي؟ هذا هو الأساس. إذا هذا هو المحور ديال الشخص بوصف القيمة. راه محور بسيط جدا، محور بسيط مقارنة مع الشخص الهوية، ومحور بسيط جدا. إذا الآن سأنتقل إلى المحور الثالث، وهو
الشخص بين الضرورة والحرية. الشخص بين الضرورة والحرية، المحور الثالث. طيب هنا أطرح سؤال، ما معنى الضرورة؟ وما معنى الحرية؟ الضرورة ce qu'on appelle en français la nécessité، nécessaire، nécessité، ضرورة. الضرورة الحتمية والحرية. ببساطة، ببساطة، الشخص واش هو خاضع ولا حر؟ هل الشخص كائن خاضع لضرورات أم أنه حر؟ أنت الآن الذي تشاهدني الآن أيها التلميذ، هل أنت حر فعلا أم أنك خاضع؟ هل أنت حر أم خاضع؟ هل أنت حر في ولادتك؟ هل أنت حر في اختياراتك؟ أنا كدرت الآداب ولا درت علوم إنسانية ولا درت علوم، هل أنت حر أنك ما تدوس لباك نحيد قاعد شو مشي في حالتي وكذا؟ هل أنت حر في اختيارك كذكر؟ هل أنت حرة في اختيارك كأنثى؟ احنا رجعنا للوضع البشري، قلت لكم الوضعية. لا فهمتوا دابا ولا ما فهمتونيش؟ احنا رجعنا للمجزوءة، علاش سميناها بالوضع البشري؟ راه فيها هادشي ديال الحرية والخضوع عاوتاني، وضع بشري راه حدث عنده علاقة بالوضع البشري. هل أنت حر؟ هل أنت حرة؟ ها؟ هل الحرية هي التي تميزنا؟ أم أننا كائنات خاضعة في الأصل؟ هل أنت حر تستطيع مثلا أن تحبس الآلة التنفس؟ هل أنت حر بباب الدعابة؟ هل أنت حر؟ هل تستطيع أن تخرج إلى هل تستطيع الخروج إلى من المنزل الآن؟ هل تستطيع؟ ها؟ هل أنت حر؟ أنت لست حرا. إذا الحرية مجرد وهم، الحرية مجرد وهم. إذا عند الحرية ليست موجودة، إذا لاحظت بزاف ديال الحوايج نحن لسنا أحرارا فيها، ربما حتى في وجودنا. واش أنت حر أنك أنت بغيتي تجي لهذا العالم كاع؟ هل أنت حر؟ هل الحرية هي الأصل أم الخضوع هو الأصل؟ هل الشخص كائن حر أم أنه خاضع؟ هذا هو الإشكال الأساسي. هل الشخص كائن حر أم أنه خاضع لحتميات لا يستطيع أن ينفلت منها؟ هل الشخص كائن حر أم أنه خاضع؟ هذا هو الإشكال. هل الشخص كائن حر أم أنه خاضع؟ هذه مسألة أساسية، هذه مسألة مهمة وجب عليكم أن تدركوها. مفهوم؟ إذا هل الشخص كائن حر أم أنه خاضع لضرورات وحتميات؟ هناك أطروحة باروخ سبينوزا. باروخ سبينوزا، سبينوزا معروف، باروخ سبينوزا، سبينوزا فيلسوف، يعني فيلسوف راقي متألق، يعجبني كثيرا هذا الفيلسوف. باروخ سبينوزا يقول، ماذا يقول؟ يقول إن الشخص كائن خاضع. إن الشخص في نظر سبينوزا كائن خاضع، والحرية مجرد وهم. الحرية مجرد وهم. وكيعطينا مثال، كيعطينا مثال مثلا بال كيعطينا مثال مثلا بال كيعطينا بزاف ديال الأمثلة. نعطيكم مثال بالحجرة، الحجرة اللي كتدحرج. قال لك مثلا، قال لك نفترض أننا قمنا بمثلا بمسك حجرة. مثلا تصور مثلا هذه حجرة، مثلا هذه حجرة، مثلا هذه حجرة، مثلا قمنا بدفعها في الهواء وغادة غادة كتحرك في الهواء، غادة 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 في الهواء، غادة غادة غادة. تصور معايا هذه الحجرة كون كانت واعية بذاتها، كون كان عندها الوعي، غتقول لك أنا اللي كنتمشى، أنا اللي غادي كنطير، هي راه شي واحد دفع. كل ما تعتقد أنه حر وأنك تمارس بحريتك فهو في الأصل ليس حر. دائما كتقول لي أنا حر نحرك يدي كيف ما بغيت، أنت تعتقد بأنك حر في الأصل، وإنما كاين شي حاجة اللي خلاتك أنك دير هذيك الحال. واش فهمتوني؟ إذا الحرية في الأصل وهم بالنسبة لسبينوزا.
الحرية وهم. شوف الحرية في الوضع البشري ماشي في السياسة، لأن سبينوزا في السياسة راه غيأكد على الحرية. أتونسيون، في السياسة حاجة أخرى، باش إلا جا شي واحد باش ما يتخربقش، ما كنتكلمش على السياسة، كنتكلم على الحرية، يعني في حرية الشخص. بالنسبة للشخص، بالنسبة لسبينوزا، الشخص كائن خاضع، والحرية مجرد وهم، لأن الشخص خاضع دائما لضرورات وحتميات لا يستطيع أن ينفلت منها. فالشخص الذي يعتقد بأنه حر، فالشخص الذي يعتقد بأنه حر مثل الحجرة التي تتدحرج في السماء، فلو كان لها وعي مثلنا لاعتقدت بأنها حرة في الأصل، وهي ليست حرة. وبالتالي فنحن مثل أناس قذف بهم في هذا العالم، وعندما قذف بهم في هذا العالم يعتقدون بأنهم أحرار. هنا ممكن نستثمر حتى الأطروحة ديال سيغموند فرويد. سيغموند فرويد اللي كيقول بأن الشخص، شنو نقول لك بلا فرويد في الشخص الهوية؟ قلنا الهو الأنا والأنا الآلة، عقلتوا معايا؟ الشخص بالنسبة لفرويد خاضع ولا ماشي خاضع بهذا المعنى؟ ألسنا نحن خاضعون لسلطة الهو، اللي هو الغرائز والمكبوتات الجنسية والأكل والشرب والنوم؟ هل يستطيع الإنسان أن لا ينام؟ هل يستطيع الإنسان أن لا يأكل؟ هل يستطيع الإنسان أن لا يشرب؟ هل يستطيع الإنسان أن لا يمارس الجنس؟ هل يستطيع هذا؟ هل يستطيع أن يبتعد عن هذا؟ لا يستطيع. إذا حتى فرويد يقول بأن الشخص خاضع. عرفتي ماذا يقول فرويد؟ يقول أنتم مجرد ضحايا، أنت مجرد ضحايا، ضحايا الهو. هل نحن أحرار؟ الأنا الأعلى، القوانين والمعتقدات، الأنا الأعلى عند فرويد، القوانين والمعتقدات والأعراف وداك الشيء كامل اللي اكتسبنا، واش حنا أحرار؟ نقدروا نرفضوه؟ ما نقدروش نرفضوه، لأنه يحكمنا. هذا هو الأساس. مفهوم؟ إذا مثلا أعطيكم مثال، مثلا أستاذ الفلسفة، أنتم ما تعرفون مثلا أستاذ الفلسفة هو أستاذ فكر حداثي، فكر كذا، متحضر إلى غير ذلك. هل يستطيع عبد المجيد كمدرس الفلسفة، هل يستطيع أن ينفلت من أعرافه وتقاليده وقيمه والأصول دياله؟ بحكم مثلا أن الأصول ديالي أصول صحراوية مثلا، هل أستطيع أن أنفلت من القيم والمعتقدات؟ هل أنا حر في هذا؟ لست حرا. إذا بالنسبة لفرويد، بلغة فرويد الشخص خاضع، لأن الشخص بالنسبة لفرويد خاضع للهو، لسلطة الهو، سلطة الغرائز، وخاضع لسلطة الأنا الأعلى، سلطة القيم وسلطة المبادئ وسلطة الدين وسلطة الأخلاق إلى غير ذلك. بالنسبة لفرويد حتى هو يقول بأن الشخص كائن خاضع. بين أطروحة فرويد وأطروحة سبينوزا هناك أطروحة أخرى معارضة تماما، لأن لاحظتوا فرويد وسبينوزا كلهم غادي في نفس الاتجاه، الشخص كائن خاضع، لاحظتي؟ ولكن يأتي، ويكتي يأتي من؟ ولكن يأتي الفيلسوف جون بول سارتر. جون بول سارتر، سارتر، جون بول سارتر يقول العكس، يقول الشخص كائن حر وليس خاضع، عكس سبينوزا وعكس فرويد. الشخص كائن حر. ماذا يقول سارتر؟ يقول إن الشخص كائن حر، فالشخص مشروع مستقبلي. الشخص مشروع، راه حنا كتصاوب شي بروجي، انت راك بروجي، انت كتصاوب راسك. فالشخص مشروع مستقبلي يؤسس ذاته على ضوء ما يختار. إن الشخص مشروع مستقبلي يؤسس ذاته على ضوء ما يختار. الأصل في الشخص هو الحرية. إن الأصل في الشخص هو الحرية في نظر جون بول سارتر. جون بول سارتر ينطلق من قاعدة أساسية، ما هي؟ الوجود سابق على الماهية. جون بول سارتر ينطلق من قاعدة أساسية، ما هي؟ الوجود سابق على الماهية. ما معنى الوجود سابق على الماهية؟ مثلا الوجود، أنا أوجد كشخص، قد أوجد معاقا، وقد أوجد مقطوع الأرجل، وقد أوجد كذا، قد أوجد فقيرا، ولكن ماهيتي شيء آخر، ما سأصل إليه شيء آخر. مفهوم؟ ونحن نجد في العالم الذي نعيشه، نجد بأن أناسا معاقون، وأناس ضعاف النطق، متلعثمون في النطق، ونجد أناسا مقطوعي الأرجل، ومع ذلك قد حققوا ما لم يحققه الناس العاديون.
طبيعيون. وبالتالي فالوجود سابق عن الماهية، أي ما أوجد عليه، الحالة التي أوجد عليها هي مختلفة تماما عما سأصير إليه، عما سأكون. ها، ما أوجد عليه مختلف تماما عما يكون ماهيتي أنا كإنسان. فماهيتي هي الحرية، ماهيتي هي حرية الفعل، ماهيتي ما سأصير إليه، ماهيتي ما سأحقق في المستقبل. هذا هو الأساس. إذا فالشخص بين الضرورة والحرية إشكال أساسي تناوله الفلاسفة. الفيلسوف سبينوزا الذي يرى بأن الحرية مجرد وهم وهمي، وأن الشخص خاضع بالضرورة، وقد أعطى مثال بالحجرة. الفيلسوف أو المحلل النفساني فرويد، عفوا، المحلل النفساني فرويد يقول العكس، يقول تماما، يعني يمشي في نفس الاتجاه، يقول بأن الشخص خاضع. الحرية إذن وهم. إذن أطروحة فرويد وأطروحة سبينوزا في نفس السياق، في نفس الاتجاه، غير هو التفسير ديالهم مختلف. التفسير ديال سبينوزا شيء والتفسير ديال فرويد شيء، ولكن كلهم عندهم نفس الاتجاه، أن الشخص خاضع. غير هو سبينوزا يعطينا تفسير فلسفي للخضوع، والآخر يعطينا تفسير نفسي للخضوع، فهمتوا دابا؟ ولكن كلاهما يؤكد بأن الشخص خاضع. أما بالنسبة لسارتر فهو ينتقد أشد الانتقاد هذه التصورات، التي تصورات تشاؤمية إن صح التعبير، التصورات التي تقول بأن الشخص كائن خاضع. سارتر هو فيلسوف متفائل، تفاؤلي، يقول بأن الشخص قادر على أن يصنع ذاته، قادر على أن يسير بذاته نحو المستقبل، أن يحقق أهدافه وطموحاته. الشخص الوجود سابق على الماهية، فأنا أوجد ولكن ماهيتي شيء آخر، فأنا مشروع مستقبلي، أؤسس ذاتي على ضوء ما أختار. هذا هو الأساس بالنسبة للشخص بين الدور الحرية. وهنا سالينا مفهوم الشخص، سالينا مفهوم الشخص في ثلاثة المحاور دياله. في المحور الأول الشخص والهوية، في المحور في الشخص الهوية، هل هوية الشخص، كيف تتحدد هوية الشخص، هل هي ثابتة أم متغيرة؟ المحور الأول، وقد أجاب عنها الفلاسفة. المحور الثاني، من أين يستمد الشخص قيمته؟ هل في وجوده الفرد الذاتي أم في وجوده التفاعلي؟ وقد أجاب عنها الفلاسفة. والإشكال الثالث، في المحور الثالث اللي هو الشخص من الضرورة الحرية، طرحنا إشكالا أساسيا وهو هل الشخص كائن حر أم أنه خاضع؟ وقد أجاب عن هذا الإشكال الفلاسفة إلى غير ذلك. أتمنى أن يكون هذا المفهوم واضحا. بعد قليل إن شاء الله ستتوصلون إن شاء الله بالأطروحات الفلسفية، ملخصة غتلقاو مفهوم الشخص، المحاور ديالو، وكل محور والفلاسفة ديالو. المحور الأول الفلاسفة ديالو، المحور الثاني الفلاسفة ديالو، المحور الثالث الفلاسفة ديالو، مفهوم؟ يعني غتلقاو الإشكال المحوري ديال الإشكال المحوري ديال الشخص والهوية، يعني الفلاسفة اللي كيجاوبوا على الإشكال. في المحور الثاني الشخص واش فيه قيمة، الفلاسفة اللي كيجاوبوا على الإشكال. ثم المحور الثالث الشخص بين الضرورة والحرية، والفلاسفة اللي كيجاوبوا على الإشكال. أتمنى أن يكون هذا الفيديو واضحا. إن شاء الله إن أحببتم يمكن أن أدرس مفهوم الغير إن شاء الله مساء، ماشي مشكل. مثلا مع هذيك يعني مع هذيك الثالثة والنصف إن شاء الله، مع الثالثة والنصف نبدأ مفهوم الغير إن شاء الله. مفهوم الغير إن شاء الله نخدمه عليه حتى هو. أنا بغيت الأفونسي باش نمشي معكم تمارين تطبيقية، لأن من بعد نعطيكم امتحانات، كل امتحان نقول لكم كيفاش نخدموا على الامتحان، كيفاش نخدموا على السؤال، كيفاش نخدموا على القولة، كيفاش نخدموا على النص، ولكن هذه في المرحلة اللاحقة إن شاء الله، حتى ميتخزيو بعد هذا الشيء تنتبتوه تطبيقيا، ونشوف الأسئلة ديالكم في الجروب باش نجاوب عليها، على أساس إن شاء الله نبداو مفهوم الغير إن شاء الله في الثالثة زوالا إن شاء الله، مع الثالثة نبداو إن شاء الله مفهوم الغير إن شاء الله. بالتوفيق.